حيث تواصل أمانة منطقة الرياض أعمال تطهير وتعقيم الطرقات الرئيسية والفرعية والمنشآت في كافة أنحاء العاصمة، ذلك طبعا في إطار خطتها الشاملة لتأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. وتستهدف هذه الأعمال التطهير والتعقيم تحقيق مستويات عليا من الإصحاح البيئي في جميع أرجاء المدينة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. مزيد من التفاصيل نشاهدها في التقرير التالي مع الزميل عبد العزيز الهلالي. تتوالى الجهود الرسمية لمواجهة جائحة كورونا من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس، من ذلك جهود أمانة منطقة الرياض لتنظيف وتعقيم الشوارع والطرق وفق أعلى المعايير الصحية. استمرار حملاتنا اليومية لتطهير شوارع الرياض توجيه من معالي أمير منطقة الرياض صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، ومتابعة ميدانية من قبل مدير عام إدارة النظافة المهندس نواف العضياني بمتابعة تعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية، وكذلك تطهير المحلات التجارية وممرات المشاة والصرافات الآلية، والحملة بشكل يومي على جميع مناطق الرياض تكون في الفترة المسائية للشوارع الرئيسية والفترة الصباحية داخل الأحياء السكنية. تبدأ عمل الآليات بغسيل الشوارع ومن ثم تطهير ممر المشاة ومن ثم تعقيم المحلات التجارية. كما حرصت الأمانة على أخذ إجراءات وقائية للعمال ووسائل السلامة لهم في الميدان وأيضا في مساكنهم. هكذا تبدو شوارع العاصمة السعودية الرياض بعد انتهاء الأمانة من عمليات التعقيم والتطهير اليومية التي تقيمها صباحا في الأحياء السكنية ومساء في الشوارع والطرق الرئيسية. لبرنامج تزود بالجديد، عبد العزيز الهلالي، الرياض.